الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في مدارسة هذا الكتاب، وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد تكلمنا حول الحديث الأول، وعن الحديث الأول وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. ووقفنا مع بعض فوائد هذا الحديث. الحديث الذي بعده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. بعضهم ينطقها وتؤتي الزكاة، وهي منصوبة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. والحديث ذا من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة أو مع بعض أصحابه، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا. فسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسئلة، وهذه الأسئلة 5 فيها عموم وخصوص، فيها عموم، فيها بيان الدين، وفيها خصوص، فيها بيان مراتب الدين 3. وهناك بعض الأشياء التي كررت في هذه الأسئلة ضمنا، لأن من مراتب الدين مرتبة الإيمان، ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر. وجاء في السؤال 4 سؤال عن اليوم الآخر: أخبرني، فأخبرني عن الساعة. وفي 5 فأخبرني عن أماراتها.
الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، جبريل عليه السلام جاء داخلا في صورة رجل، هذا الرجل هيئته وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وده فيه فوائد، منها أن طالب العلم يهتم بمنظره وبهيئته وأنه يكون نظيفا، ومنها مدح هذه الصفة البياض. لذلك من السنة لبس البياض وتكفين الأموات في البياض من الثياب. جبريل عليه السلام جاء داخلا وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يداخل في هيئة رجل لا يرى عليه أثر السفر، نظيف، السفر زمان عنده أثر معروف، والآن في أثر لكن قد لا يظهر. زمان الزول بيجي مغبر ووائل، بل لونه أحيانا بيتغير، عشان كذا قالوا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة، وشيبة ابن هاشم، وهاشم أخو المطلب، ولما مات هاشم وذهب المطلب إلى أهله، إلى أهل زوجته خارج مكة، ثم أتى بشيبة لوجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في السفر فتغير لونه فصارت فيه سمرة، فلما دخل مكة والمطلب يركب دابته وخلفه ابن أخيه، رأى الناس هذا الغلام فقالوا: عبد المطلب، عبد المطلب، هذا عبده وهو ابن أخيه، فلقب بهذا. المهم السفر عنده أثر، الرجل ده لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد. لا جاء مسافر، زول مسافر جاء عابر سبيل أو جاء لغرض معين وهو كان في سفر، وكمان الناس ناس المدينة بيتعارفوا، المدينة كانت صغيرة مقارنة بالآن، فما بعرفه، ما في زول بعرفه، ولا يعرفه منا أحد. الصحابة تعجبوا، من أوجه التعجب ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن هذا جاء ولا يرى عليه أثر السفر وهو نظيف وهو حسن الهيئة، ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن من عادة السائل أنه يسأل وهو لا يعرف الإجابة، لكن هذا يسأل وإذا أجيب قال صدقت، كأنه يعرف الإجابة وهو يعرفها. الوجه الثالث أن الذي يأتي وهو غريب يسأل: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيجي داخل بيقول: وين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بيقوم بدلوه بيقول له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده جاء عديل للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء مباشرة من غير سؤال، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، رسول عليه الصلاة والسلام جالس وجلسة معينة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جالس ممدود الركبتين صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس مثل جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبله ووضع كفيه على فخذيه، قال بعضهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم وقد جاء في بعض الروايات على فخذي نفسه، وهذا الأليق، ده الأليق، لأنه وإن كان ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه وضع كفيه على فخذي الذي قابله، لكن الأليق بطالب العلم أنه لا يضع يديه على فخذي شيخه.
ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني قال أخبرني عن الإسلام. الإسلام شنو؟ أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة، قال كان جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد. قال مع أنه جاء نهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى باسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء شنو؟ بعضكم بعضا، قل يا رسول الله يا نبي الله إلى آخره. ابن عثيمين رحمه الله ذكر احتمالات، قال يحتمل أن هذا كان قبل أن ينسخ الحكم، قبل أن ينسخ أو قبل أن يأتي النهي، قبل أن يأتي النهي، والاحتمال ده والله أعلم بعيد. والدليل على أنه بعيد أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. لو وقف لحد هنا كان الاحتمال ده شنو؟ قد يكون قريب. لكن قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وديل في السنة الثانية من الهجرة، وتحج البيت، ودي في السنة التاسعة من الهجرة، خلاص منا بعد سنة وفارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا. فكان هذا الحديث فيه ذكر أشياء في أواخر الوحي. الاحتمال الثاني قال ابن عثيمين رحمه الله ويحتمل أن، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن جبريل عليه السلام جاء في هيئة الأعراب، والأعراب كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ويخاطبونه باسمه المجرد، مع أنه النهي بيشملهم بعد ذاك، لكن هم بيجوا من بعيد وبخاطبوا وكذي، لأن بعضهم فيه الشدة، فيه الشدة. المهم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. قال العلماء الإسلام لغة الاستسلام، واصطلاحا أي ما اصطلح عليه العلماء، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ثلاثة أشياء. ولأن الحديث ده بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أسس الدين، إن هذا الحديث ده ما ذكر فيه صراحة صلة الأرحام، ولا ذكر فيه بر الوالدين، ولا ذكر فيه أشياء كثيرة من الإسلام، وإنما ذكر تصريحا أسس الدين وقواعد الملة. عشان كده قالوا الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، مسلم بيطيع الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وتتبرأ من أهله. ودي إن شاء الله بتجينا في نواقض الإسلام. الفوزان قال ما يكفي أن تتبرأ من الشرك، وإنما لا بد من البراءة من أهل الشرك، لا بد، لأن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآية.
وإن شاء الله بنفصل في التوحيد في مواضع كثيرة ولا بد من التفصيل. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، باختصار لا إله تنفي استحقاق العبادة عمن سوى الله أو عما سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله نفي، إلا الله الركن الثاني إثبات. الركن الأول نفي والثاني إثبات. إلا الله أن تعبد الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. آيات كثيرة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله قال 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 سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. عشان كذا الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. ودي باختصار يا ناس، أي زول بناقشك في الموضوع ده إنه أنا بجوز لي أدعو الله وأدعو غير الله، أعتمد على الله، أتوكل على الله وتوكل على غير الله، كذي الزول لا تسأل سؤال واحد بس، أسئلة كثيرة لكن الآن سؤال واحد. كون أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، هل أنا علي حق ولا علي باطل؟ علي حق. ودي ما في مسلم بيقول لك غير كذي. يعني لو قلت له يا أخي أنت عقيدتك في منو؟ أنت يا عجيب عقيدتك في منو؟ أنا والله عقيدتي في شيخ أحمد. وأنت يا دكتور عقيدتك في منو؟ والله أنا عقيدتي في بخاري. أيوة. وأنت يا مجتبى عقيدتك في منو؟ عقيدتي في الله. التلاتة ديل وباقي الناس لو سألوهم قال لهم مجتبى ده العقيدة في الله، علي حق ولا علي باطل؟ الناس كلها بيقولوا علي حق. طيب، والله قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. طالما علي حق الزول اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى، يبقى اللي بيعبد غير الله واللي بيعتمد عليه غير الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى غير الله ده علي باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. طيب، والشهادة دي عندها شروط. بعض العلماء قالوا عندها 7 شروط شهادة أن لا إله إلا الله. مرة كنا في الداخلية هنا، داخلية أم درمان هنا معروفة، واحد من الطلبة طوالي بناغشنا بنتكلم في التوحيد، هو بيتضايق. فيوم لقيته شغال درس قال لهم أحكام قضاء الحاجة، شروط قضاء الحاجة 14. يعني عشان أنت تقضي الحاجة في 14 شرط أو شيء تراعيه. قلت له لا إله إلا الله أصل الدين كله أو أساس الدين عندها 7 شروط، وتلقى كثير من المسلمين ما حافظين الشروط دي لكن مطبقينها، ما يلزموا يحفظوها. يعني احنا نقول لأي مسلم إلا تسمع السبعة دي، في ناس هسي السبعة موجودة فيهم لكن ما حافظينها، ديل موحدين ومقبولين عند الله سبحانه وتعالى. في زول ما بيعرف لك شروط واجبات هنا، بس بيعرف لك الله امر بالتوحيد عقيدتي في الله. تقول له شروط لا اله الا الله، يقول لك والله ما عارفها، لكن كذا يقول لنا واحد العلم ان تعلم انه لا اله الا الله، يقول لك الحمد لله اذا عارفنا. 2 المحبه، تحب الله سبحانه وتعالى وتحب الكلمه دي لا اله الا الله، لا إله إلا الله، يقول لك هاي بنحب الله، كيف يا أخي نحب التوحيد.
ثلاثة اليقين اللي ضد الشك. ولك أيوة نحن عندنا يقين ما عندنا شك، أفي الله شك؟ ما في شك. أربعة الصدق، لمن تقول لا إله إلا الله تكون صادق. وكيف يا أخ بنقولها بصدق يعني ده أنك تضيف فيها. خمسة الإخلاص، ولك أيوة مخلصين لله تعالى، نحن الله براه وحده ولا شريك. ستة القبول، ما ترد الأشياء اللي بتجي في الدين، ما تردها، ما تردها، تقبل الدين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولك كيف يا أخ بنقبل الدين وبنحب الدين وبنقبل التوحيد. سبعة الانقياد، قبلت تنقاد لهذه الكلمة. ولك كيف يا أخ بننقاد للتوحيد وللدين؟ تقول له قولة يقول لك ما حافظة، لكن السبعة فيه ده موحد، ده موحد. في علماء قالوا ثمانية شروط، وقالوا الثامن الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى، ودي داخل ضمنا في الإخلاص. في بعضهم قال تسعة، وزاد القول، قال القول، لأنه قال بعضهم قال لأنه أبا طالب ما قال لا إله إلا الله، مع أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد إلى آخره من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان بيقول له يا عماه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قال، ما قال. لكن الكلام ده ما لا داعي له، لأنه قد لا يقول العبد هذه الكلمة لسبب من الأسباب، قد لا يقولها لسبب من الأسباب بأن يكون مكرها إلى آخره. لكن المؤمن ينطق بها، ينطق بلا إله إلا الله. ما في مؤمن ما بقول لا إله إلا الله، ما في. في التشهد يوحد الله سبحانه وتعالى، في الصلاة يوحد الله يقول إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين. ولأن الله أمر بالقول فقال قولوا آمنا بالله، قولوا، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عن بعض الناس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مع أن الجحود كما قال الفيروز أبادي قال هو إنكار الحق مع العلم به، تزول البنكر الحق مع علم به. المهم دي سبع شروط واضحة، والناس الحمد لله المؤمن منهم توجد فيه هذه الشروط، نفصل فيها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. طيب لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أربعة أشياء. قالوا طاعته فيما أمر كما في الأصول الثلاثة، طاعته فيما أمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإن المؤمن يسارع بالقيام بهذا الأمر، وتصديقه فيما أخبر. رسول عليه الصلاة والسلام لما نخبر بخبر هو أصدق الناس صلى الله عليه وسلم، فإنك تصدق هذا الخبر ولا تشك فيه، واجتناب ما عنه نهى وزجر. رسول عليه الصلاة والسلام لما ننهى عن فعل معين ولا قول معين انت تنتهي، ولما نزجر شيء معين شيئا معينا انت تبتعد عنه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي عبادة من العبادات لا بد أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. دي أربع أشياء، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر،
واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال وتقيم الصلاة، ودر دي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام، إقامة الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها مكملاتها. مثال للشروط: دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخره، عندها 9 شروط. مثال للأركان: القيام في الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة إلى آخره والطمأنينة. مثال للواجبات: الواجبات في بعض الواجبات مختلف فيه وبعضهم متفق عليه. من الواجبات التي اتفق عليها أو تجد فيها أقوال العلماء، أكثر أقوال العلماء يعني فيها مضطردة، كالتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. من الواجبات المختلف فيها التسبيح، الحنابلة بقولوا سبحان ربي الأعلى الأولى واجبة أو واحدة واجبة، سبحان ربي العظيم بيقولوا واجبة، المالكية وباقي الأئمة بيقولوا دي من السنن، بعضهم يقول من السنن المؤكدة. طيب المستحبات معروفة كالدعاء في السجود، كتحسين الصوت في القراءة الخشوع عند بعض العلماء إلى آخره. مستحبات في الصلاة معروفة. وتؤتي الزكاة، الزكاة الصلاة لغة الدعاء، والزكاة لغة من الطهر والتنمية، والزكاة تكون إذا بلغ المال حد النصاب، إذا بلغ المال حد النصاب. في البلد دي النصاب قاعدين يزيدوه، العلماء يقولوا أو بعض أهل العلم يقولوا لأنه شنو؟ لأنه الذهب ما خالص، 85 جرام بيزيدوه، بعضهم بيوصلوا 91 جرام، عداك أنت شنو؟ تخرج الزكاة. الزكاة تكون في بعض الأشياء اللي 4 أشياء فيها الزكاة، باقي الأشياء ما فيها زكاة. عروض التجارة، الأشياء اللي بتتاجر فيها بتبيع وتشتري فيها، والزروع وآتوا حقه يوم حصاده، والزروع ذاته فيها نقاشات كثيرة، بعضهم بيقول الزروع المقصود بها الزروع التي تدخر، والأما التي لا تدخر فإنها لا زكاة فيها إلى آخره. بعد ذاك الذهب والفضة. طيب في أشياء ما فيها، الأمر الرابع المواشي، الأنعام، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الذهب والفضة، والآن ما يقوم مقام الذهب والفضة، الأموال يعني. والراجح من أقوال العلماء أن الذهب فيه زكاة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، حتى الذهب، والكلام ده مهم ما تضيع للزمن ساي ولا كلام ساي، حتى الذهب الذي يدخر للحلية للزينة كذهب النساء في البيوت إذا بلغ حد النصاب فإن الراجح من أقوال العلماء أنه تخرج منه الزكاة. في أشياء ما فيها زكاة حتى لو بلغت النصاب، كالدور التي يسكنها العبد، لو بيتك حتى لو غالي وإلى آخره ده ما فيه زكاة، وكالعقار عندك عمارات بتأجرها، الزكاة من الإيجار مش من شنو؟ العمار. وكالمراكب التي يركبها العبد، عربية وإلى آخره بيركبها وبيجيبها حتى لو بلغ مالها النصاب ما فيها شنو؟ ما فيها زكاة. وتصوم رمضان، الصوم لغة الإمساك واصطلاحا معروف، الإمساك عن المفطرات، عن جميع المفطرات، الأكل الشرب إلى آخره، الجماع إلى آخره، عن
الإمساك عن المفطرات، عن جميع المفطرات، ودي اللفظة الصحيحة. أما الإمساك عن شهوتي البطن والفرد ده تعريف ناقص، لأنه في مفطرات غير شهوتي البطن والفرد، بل ما في شهوة ذاته. كان يستقي العبد لأن يخرج الأكل متعمدا، وكأن يرتد عن دين الإسلام، هذا يبطل الصوم. وكأن لا ينوي الصوم، وإنما صام في الصوم الواجب أو الصوم المفروض رمضان، ما نوى من بالليل وقام شنو نسي النية ولم ينوي إلى آخره، فصيامه باطل. الإمساك عن المفطرات، عن جميع المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، بنية الصيام. وفي أنواع من الصوم واجبة غير رمضان، كصوم النذور الإيفاء بالنذور، وصوم الكفارات، وكالذي يقتل خطأ فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكالذي يحلف ولا يجد ما ينفق من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإنه يصوم 3 أيام وغير ذلك. وتحج البيت، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج لغة القصد، القصد، فتقصد بيت الله الحرام، ولا يكون الحج في غير بيت الله الحرام. وليطوفوا بالبيت العتيق، تاني ما في حج غير البيت الحرام، وما في طواف غير الكعبة، لا بقبة لا ببيت لا ببيان لا بغيره، ما بجوز، حرام حرام. وإنما الطواف يكون ببيت الله الحرام. والحج واجب بل فرض بل ركن في العمر مرة واحدة، مرة واحدة، بعد ذاك إن زاد فهو تطوع، فيه تفصيلات أخرى. الحج عنده أركان معروفة، الإحرام والطواف والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة. قال صدقت، جاوبوا عن أركان الإسلام أو عن قواعد الإسلام. فقال جبريل عليه السلام وهو في صورة رجل، قال صدقت. المعروف إنه الزول لما يسأل ما عرف الجواب، هو بيسأله وبجاوبه بيقول له صدقت، وكلامك صح يا صدقت، بالدارجية بتاعتنا. طيب، فعجبنا له يسأله ويصدقه. صحابة عجب، انت عارف قال فعجبنا، هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تعجب لأنه ما بيعلم الغيب، ما في صحابي بيعلم الغيب، ما جاء ما قال يا ذول انت جبريل، نحن صحابة بنشوف البعيد وبنكشف وبصيرتنا مفتوحة، ما في الهوس الذي بسوه الناس، كثير من الناس من أهل الدجل الذين يدعون علم الغيب. والله تعالى يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان شنو يبعثون. عشان كذا جبريل عليه السلام لما دخل في هيئة رجل على مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت شنو تقيا. إنت لو تقي أعوذ بالله منك، لأنه الكلمة دي بتخوف التقي. قال إنما أنا رسول ربك، أنا رسول، ما زول ساي، أنا رسول. بعد ذاك يطمئنت، ما بتعلم الغيب، ولي ولا ما ولي، ولي. طيب، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله بعد يجاوب يصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان شنو؟ الإيمان لغة التصديق والإقرار، وعند بعض العلماء لا بد من هذه اللفظة الإقرار دي. والدليل قول الله تعالى في سورة يوسف عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا شنو صادقين، ما أنت بمصدق لنا ولو كنا فيما ندعيه صادقين، صادقون، ولو كنا صادقين. طيب، أما اصطلاحا الإيمان قول باللسان،
قولوا آمنا. واعتقاد بالجنان لا بد من العقيدة، ما مجرد قول. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان شنو في قلوبكم. واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان ده فيه عمل، يعني الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. عشان كده بتلقى في صحيح البخاري بيذكر حديث بني الإسلام على خمس في كتاب الإيمان، مع أنه يتكلم عن شنو الإسلام، لأن من الإيمان أن تعمل بالأعمال الظاهر، ده من الإيمان. والله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بإيمانكم هنا كما قال بعض المفسرين أي الصلاة التي كان يصليها الصحابة قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، كانوا بصلوا على بيت المقدس، حولت القبلة إلى بيت الله الحرام. فقال الله تعالى عن الصلاة الأولى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لا يضيعها الله وإنما يثيبكم على ذلك. فعمل بالجوارح. من السنة الدليل الحديث المشهور والمعروف في صحيح البخاري وفي فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية وستون، فأعلاها لا إله إلا الله، والشعبة القطعة جزء. الإيمان بضع وسبعون شعبة، في شعب، في أجزاء وقطع، والأجزاء والقطع دي من الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، في رواية فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها شنو؟ إماطة الأذى. وإماطة الأذى ما بالقلب وإنما بالفعل، جزاك الله خير، بالفعل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء يكون في القلب وظاهر ويكون أيضا في الظاهر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال، وبعدين قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أربع أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. الأركان معروفة. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد بالطاعة واضحة، إنسان قدر ما يعمل طاعة من الطاعات إيمانه بزيد، قدر ما يسمع مواعظ إيمانه بزيد. عشان كذا حنظلة رضي الله عنه قال نافق حنظلة وما منافق رضي الله عنه. فلما لقي أبا بكر قال له ما تقول يا حنظلة؟ قال له أبو بكر ما تقول يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. شوف الإيمان وصل كيف. فإذا خرجنا من عندي عافسنا النساء والأبناء أو الأولاد، يعني لعبنا معهم وفعلنا ما يفعله الرجل. قال نسينا كثيرا، معناه لما نكون معاه والإيمان شنو بزيد المواعظ. فكان الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته شنو زادتهم إيمان. القرآن ده بزيد الإيمان، بيشحن الإيمان، بيرفع. هذا زول إيمانه قبل الصلاة وبعد الصلاة ما واحد، إيمانه بعد الصلاة أقوى. تلقى قبل الصلاة جاي يتونس، لكن بعد الصلاة تلقى يسبح ومسبح مرتاح، إيمان زاد. يحضر درس، إيمان بيزيد. يعين على الخير، تلقى يجي زول منكسر مسكين يقوم يديه صدقة، طوال إيمانه بيرتفع، بحيس كأنه الله بيرحمه هسي، والله إيمانه بزيد. والدليل على أنه ينقص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وما معنى أنا في جميع الإيمان إنه كافر، لا،
لكن في لحظة المعصية دي إيمانه ضعف، عشان كذا وقع في المعصية. لو كان إيمانه قوي قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، تذكر الله وخاف الله سبحانه وتعالى. التعريف ده فيه ورد على طوائف كثيرة، مرجع وقدرية إلى آخره، جبرية إلى آخره. طيب، هنا ذكر في الجواب أركان الإيمان وهي ستة أركان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله قال ابن عثيمين يتضمن أربعة أمور. تكون مؤمن بالله في أربع أشياء بيتضمنها الإيمان. معلش، نحن قلنا في الأحاديث الأولى دي بنذكر بعض الأشياء، بعد ذاك بنختصر إن شاء الله. الإيمان أولا، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. واحد، الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بوجود الله، والوجود ضده العدم. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجود، ليس معدوما سبحانه وتعالى. بعض الناس، حتى بعض العلماء يقول الله موجود، لكن الضبط الأدق أن تؤمن بوجود الله. بوجود الله، موجود على وزن مفعول، فأنت تقول إن الله له وجود سبحانه وتعالى. بالدارجية بقولوا الله في، الله في دي صحيحة، لكن بالدارجية، لكن الله قاعد دي الزول ما يقولها، لأنها تحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. طيب، الإيمان بوجود الله، ودي ما أبدأ أن يتكلم فيها لأنه الحمد لله الناس عارفها، وإنما يتكلم فيها من أجل الرد على الملحدين الذين يقولون بأن الكون جاء صدفة وإلى آخره، والطبيعة وإلى آخره. صدفة كيف؟ وجود الله ده ثبت بالنص وبالعقل وبالحس، بالنص واضح، القرآن والسنة إلى آخره، بالعقل ثبت وبالحس. الدليل على أنه بالحس، ابن عثيمين ذكر دليلين. قال الدليل الأول أنك تدعو الله فتجد إجابة، لو ما كان في رب كان بتدعو والإجابة ما بتلقى، كنت تلقى زول عنده زول عيان يقول يا الله تشفيه، يا الله تشفيه، بكرة يبقى كويس، معناه في شافي شفاه. ده دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني وجود الرسالات، الرسالات. طيب، الدليل العقلي في أدلة كثيرة، لكن بس يكفي في الرد على الناس اللي بيقولوا صدفة وجو إلى آخره، الكون ده صدفة إلى آخره، إنه الصدفة دائما ما بتكون مرتبة. الصدفة دي في الغالب ضد الترتيب ذاته. يقول لك فلان ده أسي ناس البلي اللي بيلعبوا بلي، الأولاد الصغار، والبلي بتاعه ده حرام، خريط ده قمار حرام، حتى لو بلية حرام. المهم تلقاه واحد، تلقاه لعاب أي شيء طوالي شنو ده يخرد فيه حرامه، لكن بيخرد. ذاك الثاني تلقاه بجلي طوالي بجلي، اليوم ذاك من بعيد شنو ضرب البلية ناشا، بالدارية بتاعتنا مش ناشا، ضربها ضربها، يقول لك دي صدفة، معناه الشيء المستمر إنه بجلي، لكن دي جات شنو صدفة. الصدفة دي مخالفة الشيء المستمر. لو كان الكون ده صدفة ما كان بيكون مرتب، كان بيكون مجلي كله، يعني مرة المرأة مرة تلد ومرة الولادة تكون عادية، ومرة تلد بين خارتها، مع صدفة زي ما بتجي مرتبة مرة كده. لكن ما ممكن إنسان 9 شهور في بطن أمه ويلدوه، الثاني برضو يقعد 9 شهور، معناها الشغلة دي مرتبة ولا كيف؟ مرتبة، ما الصدفة دي بتجي زي تجي مخالفة للترتيب، فما في صدفة، ما في صدفة. الله قال إن كل شيء، والشيء تفيد العموم
في أشياء كثيرة، منها لأنها نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط. الرابع النكرة تفيد العموم إذا سبقت بلفظ من ألفاظ العموم، الكليات، كل، جميع، إلى آخره. الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. أي شيء بقدر، ما في شيء بمرساي. ده كونه ينوم هنا ده قدر مقدر، كونه ذاك يقعد مقدر، كونه ذا يميد يده مقدر، ذا يحضر ذا يموت ذا يفارق، كل شيء مقدر مقدر. طيب اثنين، أن تؤمن بربوبية الله أنه الرب سبحانه وتعالى. الرب باختصار أن تفرد الله بأفعاله، ده توحيد الربوبية. من أفعال الله الخلق، أنه يخلق، والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين. ثلاثة، الإيمان بألوهية الله. طالما هو الرب يبقى هو المألوه بحق سبحانه وتعالى، الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. أربعة، الإيمان بأسماء الله وصفاته، أن لله أسماء حسنى وأن له صفات علا، متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. فالله متصف بصفات الكمال، تثبت وجود الله، تثبت ربوبية الله، تثبت ألوهية الله، تعبد براو، دعاء لله، الرجاء لله، خوف لله، نذر لله، الذبح لله. طيب وما شرط تسويها جكة، الصلاة دي لله، لكن أي شيء لله، أي شيء تعمله لله، أي شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي شنو لله يا رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب بعد ذاك تؤمن بأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا أيضا جميعا. قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة يتضمن أمور، أمورا. الأمر الأول أن تؤمن بوجود هؤلاء الملائكة، أنت ما شايف لكن مؤمن بالملائكة، وقال لك كذا ورينا ملك من الملائكة، ملكا من الملائكة، ما بتقدر، لكن في النهاية أنت تؤمن ولله الحمد، تؤمن، ده من نعمة الله. شوف الله ده عظيم، شيء أنت ما شايفه تؤمن به، وما بزول عقلاني بيقدر يحاجك، أنه في أشياء كثيرة أنت ما شايفه ومؤمن بها، في أشياء أنت ما شايفه ومؤمن بها. قال لك الكهرباء، وين الكهرباء؟ الكهرباء دي شكلها كيف؟ كبيرة، مربعة، مدورة، ما عارفة، لكن أنت مؤمن بها. العقل، وين أنت شايف العقل؟ شايفه ما شايفه، لكن أنت تؤمن بالعقل. أن تؤمن بوجود الملائكة. اثنين، أن تؤمن بأنهم خلقوا من نور، الملائكة خلقوا من نور. ثلاثة، أن تؤمن بمن سمى الله من أسمائهم، والذين لم يسمهم تؤمن بهم إجمالا، يعني تؤمن في ملك اسمه جبريل، في ملك اسمه ميكائيل، في ملك اسمه إسرافيل. في تفسير ابن كثير اليهود بيبغضوا جبريل عليه السلام وبحبوا ميكائيل، قالوا ميكائيل لأنه بينزل بالرحمة وجبريل بينزل بالعذاب، قال صيحة وأوك، قالوا جبريل ده بينزل بالعذاب فنحن ما بنؤمن به، أو بنبغضه، مش ما بنؤمن بنبغضه، لكن ميكائيل ده تمام، بينزل بالرحمة وبجر المطر السحاب إلى آخره. الله رد عليهم، ابن كثير قال قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل وميكائيل، وميكائيل قال ميكال جزاك الله خير، قل من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله لا
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ابن كثير قال ذكر الله جبريل ولم يذكره وحده، وإنما ذكر معه ملكا هم يدعون أنهم يحبونه، فقرن بينهما لأن محبتهما لا تنفصل، تحب ميكائيل برضو تحب جبريل، بل جبريل أمين الوحي وهو أقرب إلى الله تعالى. جبريل عليه السلام بينزل بالوحي، هو الوحي ده الرحمة ذاته أكثر من المطر ومن غيره. جبريل بينزل بالخير وينزل بالعذاب لمن يستحق. شنو العذاب؟ بعدين الناس مستهبلين، يعني العذاب ده رطوبة ملك معين؟ طيب ملك الموت كيف بتحبوه؟ لا ما بتبغضوه؟ لا ما بنقدر نبغضه، ده ما بعدين بيقبض الروح. أها ومالك خازن النار بتبغضه؟ لا ما بنبغضه. قال مسألة شنو؟ اضطراب. طيب فتؤمن بمن سمى الله من أسمائهم جبريل ميكال إسرافيل إلى آخره، وتؤمن بالبقية إجمالا إنه في ملائكة أطت السماء وحق لها أن تطمى ما منها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم إلى آخره. ملائكة كتار جدا، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون وأنهم لا يعصون الله تعالى، تؤمن بهذا، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كذلك قال ابن عثيمين من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوظائفهم، جبريل أمين الوحي، تؤمن بأن ميكائيل ينزل بالقطر أو يجر السحاب، تؤمن بأن ملك الموت يقبض الأرواح وأن هذه وظيفة له، هذا عمله، وتؤمن بملائكة القبر وملائكة السؤال، وتؤمن بأن هناك ملائكة وكلوا بكتب الحسنات والسيئات، وبعضهم وكل بحفظ بني آدم إلى آخره، عندهم وظائف، تؤمن بالوظائف دي كلها بما علمت منها. طيب بعد ذاك الملائكة لا يستحقون العبادة، لا يعبدون من دون الله، وبعضهم أساء إليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا إناثا الملائكة، ما إناث، ما أنثى اسمها جبريل، ذا أصلا لا يعقل شرعا ولا عقلا. طيب كذلك الملائكة يموتون كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكتبه أن تؤمن بالكتب، هذه الكتب نزلت من الله سبحانه وتعالى، الكتب جمع كتاب، والكتاب مادته من الجمع، مادته أيضا من الجمع، يقال كتائب إلى آخره، والمقصود بها الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بها إجمالا أن الله أنزل كتبا، وتؤمن بالمفصلة منها القرآن التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى، وتؤمن بأنها جاءت بالحق، أن هذه الكتب جاءت بالحق، وأن هذه الكتب حرفت. أو ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان نقل أن بعض العلماء قال بأن الكتب بقيت على ما أنزلت، وإنما التحريف جاء في علماء أهل الكتاب إلى آخره، ونقل قولا آخر أن الكتب في نفسها حرفت، حرفت، ولكن الصحيح أن هذه الكتب جميعا لا يعمل بها إلا القرآن،
وإلا ما وافق القرآن، لأن القرآن نسخ جميع الكتب، ولأن هذه الشرائع كلها منسوخة بالقرآن وبشرع النبي صلى الله عليه وسلم. دليل في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، بل أقسم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أي زول يموت يهودي نصراني سمع بالشريعة ما آمن بها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، ورسله، أن تؤمن بالرسل، تؤمن بهم إجمالا، أن الله أرسل إلى كل أمة نذيرا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وتؤمن بمن فصل الله تعالى وسمى لنا منهم كإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن الله تعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتؤمن بأن هؤلاء الرسل جاءوا بالحق، وتصدق أخبارهم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة رسل: أولهم وأفضلهم، أو أفضلهم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولهم نوح أول الرسل، وقبله أنبياء كإدريس عليه السلام. أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم. طيب، في تفصيلات تانية: واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أشياء، أن تؤمن باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أشياء: أن تؤمن بالبعث والنشور، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، تؤمن بالبعث والنشور، إنه في بعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اثنين: أن تؤمن، أو اثنان: أن تؤمن بالحساب والجزاء، أن الخلائق وأن الناس يحاسبون بين يدي الله تعالى، كما في البخاري وفي غير حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخره، وحديث أخرى وأدلة أخرى من القرآن ومن السنة. الأمر الثالث: أن تؤمن بالجنة والنار، أن تؤمن بالجنة والنار. قال ابن عثيمين: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحدث في الموت من نزول الملائكة إلى آخره، ويدخل في ذلك الإيمان بالقبر وبما فيه من الفتنة المعروفة، فتنة السؤال وعذاب القبر ونعيم القبر. طيب، وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، القضاء والقدر. ابن عثيمين عنده محاضرة كاملة في القضاء والقدر، وباختصار القضاء والقدر لفظتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا، بمعنى إنه لو قالوا هذا قضاء الله، وتاني بعد شوية قالوا هذا قدر الله، المعنى واحد. واحد ماشي في الطريق وقع رجله انكسرت، جاء الأول ماشي بعنده قال هذا قضاء الله، يعني الله قضى إنه زول رجله شنو تنكسر، وتاني جاء التاني قال هذا قدر الله، نفس المعنى، لأنه يتفرقن بقى في شنو، في جمل متفرقة،
أو في مناسبات أو في مواضع متفرقة. لما اجتمعا في جملة واحدة يجي زول ثالث يقول هذا قضاء الله وقدره، هنا بكون القدر قبل القضاء. القدر هو الذي في اللوح المحفوظ وهو المسبق، ثم إذا حدث في الأرض صار قضاء، صار قضاء. القضاء والقدر، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء. الشيء الأول أن تؤمن بعلم الله أنه علم ما كان قبل أن يكون ويعلم ما يكون سبحانه وتعالى، ما كان وما يكون إلى آخره، وما هو كائن. اثنان أن تؤمن بكتابة الله تعالى أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أي شيء مكتوب. طيب الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير شنو مستطر، كل شيء مكتوب. طيب ثلاثة، أن تؤمن بمشيئة الله أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي شيء يحدث بمشيئة الله. أربعة، أن تؤمن بخلق الله أي أن الله هو الذي يخلق حتى الأعمال، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. أربع أشياء. العلم، علم الله الأشياء قبل وجودها وقبل حدوثها. اثنين، كتب هذه الأشياء. ثلاثة، شاءها. أربعة، خلقها سبحانه وتعالى. علم بها قبل أن تكون، كتبها، شاءها فخلقها سبحانه وتعالى. إيش يقدروا؟ عشان كذا أحمد الحريري رحمه الله تعالى في مختصر شعب الإيمان قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه الذم والشوم. أي شيء الله قدر سبحانه وتعالى. طيب ده الإيمان، باقي الأشياء واضحة. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، أنت بتعبد الله كأنك ترى الله. وما ظن العبد أو ما الظن بالعبد الذي يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى؟ ده بيحسن في العبادة، بيعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه شنو؟ يراك. قال ابن عثيمين الأولى رجاء والثانية خوف. الأولى رجاء أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أنت ما شايف الله سبحانه وتعالى، وكان ما قدرت على الأولى دي وما تعبد الله كأنك ترى، لأنه كأن أداة تشبيه مش معناه شيء ده حصل لكن كأنه حدث. فإنه يراك، لابد أن تؤمن بأنه شنو؟ يراك، وأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، وهو الذي يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، مش وهو، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. فاضل كم؟ خمس دقائق، كويس.
الإحسان ده فيه تفصيل كثير، في ناس ضلوا فيه، لكن خليه بنجي في وقت ثاني إن شاء الله تعالى، لأنه بلاقين الحديث ده ثاني في مواضع أخرى في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. قال: فأخبرني عن الساعة، دي واضحة، القيامة متين؟ قال: ما المسؤول عنها؟ اللي هو أنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه بأعلم من السائل، والسائل هو ابن جبريل الذي علمه، علمه شديد القوى، علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: أنا المسؤول أفضل، كأنه بقول له أنا أفضل البشر وأنا أكثر زوج صالح في البشر، وإنت أفضل الملائكة، كأنه يقول له ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم متواضع. ومع هذا فإني لا أعلم متى الساعة وأنت لا تعلم متى الساعة، وكأنه يقول له: أنت تسألني وأنت تعلم أني لا أعلم الساعة وأنت لا تعلمها، إن الله عنده علم الساعة، وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. طيب، العلامات بتاعت الساعة، في علامات كبرى وعلامات صغرى. الكبرى في حديث حذيفة الغفاري في صحيح مسلم، حذيفة الغفاري في صحيح مسلم، ديك فيها فيها طلوع الشمس من مغربها وإلى آخره، خروج نار، وفيها يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وفيها نزول المسيح عليه السلام، وفيها خروج المسيح الدجال، وفيها ظهور دابة الأرض، وفيها وفيها الجثاثة المعروفة دابة الأرض التي تكلم الناس. علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت واحدة منها فإنها كالعقد الذي انقطع، تتتابع وتقوم الساعة، واحدة ظهرت خلاص ذكر وراء بعض قوم الساعة. أما الصغرى فإنها قد تكون متفرقة. من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق شنو القمر. العلامات دي الغريبة هي في القرآن والسنة، الغريب شنو؟ إنه في ناس ما مصدقين بها، يقول لك بغتة بس، ما في حاجة يصير علامات وسويتها كبرى وصغرى. الزول اللي بيقول الكلام ده لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، والله الذي لا إله غيره، لأنها جاءت في القرآن: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد. ما كلام واضح؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شنو أشراطها. وقال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي قراءة من القراءات في سورة الزخرف، طبعا الآية القراءة المعروفة عندنا في حفص: وإنه لعلم للساعة. هاي في قراءة أخرى: وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام علم للساعة، علامة. طيب، قال: أن تلد الأمة ربتها. ذكر له بعض علامات الساعة، ربتها يعني سيدتها. قالوا ده العقوق، البيت تتأمر في الأم، وقالوا الكلام ده حصل أصلا في زمن عمر بن عبد العزيز، بعد فترة من الحديث ده وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حدث تكثر الفتوحات بعد ذاك شنو، السيد يضاجع الأمة فتلد له بنتا، والبنت تنسب إلى أبيها، والأب سيد حر، والأم أمة، فتكون هي حرة وأمها شنو، أمها أمة. أن تلد الأمة ربتها إلى آخره. وقال بعضهم تعمق، قال: يأتي وقت تشتري البنت أمها وهي لا تدري، تكثر الفتوحات وهذه البنت تشتري أمها، تجدها يوما من الدهر رقيقا فتشتري أمها وهي لا تدري،
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء. الحفاة لا نعال لهم، العراء عدم الثياب، العالة أي الفقير، العالة الفقراء، وجدك عائلا عائلا فقيرا. رعاء الشاء، الشاء معروفة، الشاء بالهمزة أي جمع شات غنماء، يعني ديل مش رعاة للإبل ولا البقر، أقل شيء الشاء. نزل حفاة عراة أي رعاء الشاء يتطاولون شنو في البنيان، يتفاخرون ويتطاولون في، وهذا لانقلاب الموازين، وغالب علامات الساعة الصغرى في انقلاب الموازين. أي بس خلاص نتم الحديث. ثم انطلق أي جبريل عليه السلام فلبث مليا أي زمنا طويلا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ سأله قال قلت الله ورسوله أعلم. لا يعرف به عمر رضي الله عنه أنه جبريل عليه السلام. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم شنو؟ دينكم، أي أمر دينكم ويعلمكم دينكم. رواه مسلم. إن شاء الله الدرس الجاي بنذكر فوائد الحديث ده، وبعد ذاك يعني نواصل في بقية الحديث. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.